السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض سليبر تحفة. ده شكله السليبر دوت، مستو إن هو تقيل وهنحس كأننا لابسين كوتي، مش لابسين شراب يعني. وهو كمان احنا شغلينه بخيط سميك وبإبرة قليلة عشان يدينا النشوفية بتاعة السليبر، ويكون جامد وماسك رجلينا ويدفي. زي ما احنا شايفين ده شكل الشراب او سليفر، هو شكله مختلف شوية، هو ملبوس عن هو مقلوع لانه بيمط ومش بيبقى باين قوي، هو مش ملبوس في الرجل يعني. نستخدم خيط اليزا ماكس. الخيط دوت فتلته تخينة، المفروض ان هو بيتشغل بإبرة يعني من 7 لـ 9، ولكن انا هشتغله بإبرة مقاس 5. ليه هشتغله بإبرة مقاس 5؟ عشان يكون جامد وناشف. لما البس السليبر محسش ان انا ماشية على الارض، او احس ان هو طري قوي وواسع، لا انا عايز حاجة تكون لما رجلي وماسكاها وفتدفي اكتر يعني. كمان هحتاج عشان اشتغل السليبر دوت إبرة مقاس 5 دائرية، وهحتاج دبوس سوري إبرة تشطيب. هحتاج كمان إبرة كروشيه، بس لو مش عندنا هي مش ضرورية يعني، لو مش عندنا خلاص هي هتسهل علينا جزء في الشغل، لو موجودة يبقى أفضل، لكن مش ضروري نشتريها يعني لو مش عندنا. هنبدأ نعمل مع بعض نشتغل. أنا هشتغل أول حاجة هشتغلها، هشتغل الجزء دوت اللي هو بيكون على الرجل من فوق. هشتغل 40 غرزة. هبدأ ازاي الـ40 غرزة؟ زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا بنسيب جزء من الخيط على الشمال، والخيط اللي بنشتغل منه على اليمين. الجزء دوت على الشمال. طب انا هعرف منين الجزء دوت طوله قد ايه؟ على حسب عدد الغرز. همسك كده الإبرة اللي انا هشتغل عليها، هسيب جزء من الخيط مثلا 15 سنتي عشان اقفل بيه، وهمسك السنارة احط عليها الخيط وهلف لفات بعدد الغرز اللي انا هعملها. انا عايزة كام غرزة؟ عايزة 40 غرزة، يعني هلف 40 لفة عشان اعرف طول الخيط اللي انا هسيبه على الشمال قبل ما ابدأ شغل. دول لفتين، 3 4 5 6 7 8 9 10. اللفات ما تكونش فوق بعضها، عشان لو فوق بعضها تبقى لفة اوسع فهتاخد معانا خيط اكتر. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، 21 22 23 24 25 26 27 29 30، 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. 40 لفة. همسك من هنا وهفك اللفات دي من على السنارة، هيكون هو ده طول الخيط اللي انا المفروض اسيبه على شمالي. هحط الجزء ده هنا وابدأ اشتغل الـ40 غرزة. باخد لفة على الصباعين دول، بدخل في قلب السنارة، بحط الخيط اللي على الشمال عليها وارجع تاني. كده عملت اول غرزتين، هكمل بنفس الطريقة عشان اكمل الـ40 غرزة. 3 4 5 6 7 8 9 10. هكمل بنفس الطريقة لحد ما يبقى عندي 40 غرزة. كده بقى عندي 40 غرزة. هبدأ اشتغل عليهم. هشتغل ايه؟ الاستك كله مشغول بإبرة سوري بغرزة واحدة عدل واحد مقلوب، فانا هشتغل غرزة عدل لان دي اول غرزة بس هشتغلها، لكن بعد كده اول غرزة في السطر بفوتها على طول على السنورة مش بشتغلها. واحدة مقلوب، خيط لقدام،
بعد كده عدل الخيط لورا، بدخل في الغرزة السنارة لورا وبحط عليها لفة وبسحبها لقدام. لكن لما بخلص سطر وبلف الشغل بشتغل زي وضع الغرزة على الإبرة، يعني بشتغل فوق العدل عدل وفوق المقلوب مقلوب، بتبقى غرزة وغرزة برضو. بالشكل ده كده انا هخلص سطر وهرجع اوريكم السطر التاني هيتشغل ازاي. كده السطر خلص، هلف الشغل، هشتغل السطر ده وكل السطور اللي بعد كده. هشوف الغرزة عادل قدامي هشتغلها عادل، هشوفها مقلوب هشتغلها مقلوب. ديت عادل اهي، بس انا اول غرزة بفوتها. الغرزة التانية اهي مقلوب، باينة انها مقلوب قدامي، هشتغلها مقلوب. او انا انتهيت بعدل ابدأ بمقلوب لو انا مش بعرف شكل الغرزة. انتهيت بمقلوب ابدأ بعدل كده يعني. وخلاص بعد كده بشتغل واحدة واحدة على طول، يعني لو بدأت بمقلوب اشتغل عدل مقلوب عدل مقلوب عدل مقلوب لحد سطر ما يخلص، وزي ما انتهي ابدأ بالعكس. انتهيت عدل ابدأ مقلوب، انتهيت مقلوب ابدأ عدل. ده الشكل اللي انا عايزاه، صفوف جنب بعضها عدل ومقلوب عدل مقلوب كله فوق بعضه زي الشكل ده كده اهوت، عدل كله فوق بعضه والمقلوب كله فوق بعضه عشان يدينا الاستك او المطاطيه ديت اللي موجوده في الكنار دوت. اصلا بيبقى متني كده زي ما في الصوره بتاعت الفيديو باين عندكم. دلوقتي انا هخلص الكنار ده كله هشتغله بنفس الطريقة. هشتغل كام سطر بنفس الطريقة ديت؟ هشتغل 25 سطر. انا هشتغلهم وارجع نعدهم مع بعض عشان اوريكم ازاي تعدهم. كده انا خلصت الكنار اهوت، اشتغلت 25 سطر. هنبدأ نعدهم مع بعض عشان نعرف، عشان تعرفوا تعدهم لوحديكو. بنعد من على غرزة في النص، صف في النص، بناخد صف في النص هنعد عليه اهو. دي اول غرزة اهي، كل 7 من ديت سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 سطر. كده احنا خلصنا الاستك اللي بيكون على الرجل من فوق. هنبدأ نشتغل، هنقسم ال40 غرزة دولت كده، جزء هيكون في الجنب، جزء هيكون في الوش في وش الرجل فوق، وجزء في الجنب التاني. طب هنقسمهم ازاي؟ دولت 14 غرزة، 12 غرزة، و14 كمان، لو عديناهم هنلاقيهم 40 غرزة. ازاي هنقسمهم؟ ممكن نستخدم دبوس علامات لو عندنا، بس لو ما عندناش دبوس علامات عادي يعني ممكن نشتغل من غيره اصلا، يعني هو هيعلم في اول سطر بعد كده خلاص مش هنحتاجه تاني. هعمل ايه؟ انا اتفقت معاكم ان احنا هنشتغل 12 غرزة في وش الرجل، و14 على اليمين و14 من على الشمال، دول هيكونوا في الجناب. طيب انا هشتغل اول حاجة هشتغلها هو الجزء اللي فوق على وش الرجل. يعني هعمل ايه؟ هشتغل ال14 غرزة بتوع الجنب الاول عشان اوصل لل14 غرزة اللي في النص بتوع وش الرجل. فهشتغل 14 غرزة عدل، 2 3
أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر غرزة. لما اشتغلت الأربعتاشر غرزة دول خلاص هفوتهم ورا، لأني مش هشتغلهم تاني. أنا هشتغل في الاتناشر غرزة بتوع وش الشراب اللي هو فوق على الرجل، هشتغلهم وهم دول هفضل رايحة راجعة عليهم. هشتغل برضو الاتناشر غرزة دول بالعدل، الشراب كله بقيته هيتشغل بغرزة العدل، مفيش عشان مفيش لخبطة يعني. ما عدا غرزة واحدة هقول لكم عليها دلوقتي، دي أول غرزة أهي، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. دولت الاتناشر غرزة بتوع الوش، ودولت لازم يبقوا اربعتاشر غرزة. نعدهم، اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر غرزة. برضو هنرجعهم لورا لان احنا مش هنشتغلهم تاني. احنا دلوقتي هنبدأ نشتغل الجزء بتاع وش الرجل ده لغاية ما يطول، وبعد كده هنبدأ نشتغل الجنين. يعني احنا هنفضل نشتغل في الجزء ده. بس عايز حاجة عايز اقولها لكم، ان اخر غرزة على طول هنشتغلها مقلوب بس. ليه هنشتغلها مقلوب بس على طول؟ هي بس عشان تظبط معانا نهاية السطر، عشان يدينا الشكل دوت اللي هو شكل السلسلة دوت اللي بيكون على الحرف. لو انا اشتغلت كله عدل، لما الف الشغل الشكل السطر، نهاية السطر مش هتبقى عاملة كده. سوري، شكل نهاية السطر مش هتبقى عاملة كده، اللي هو شكل السلسلة دوت. لازم اشتغل اخر غرزة بس على طول في السطر. انا بشتغل كله عدل بس اخر غرزة بشتغلها مقلوب، وطبعا اول غرزة بفوتها ما بشتغلهاش. يعني هشتغل كده اهو، اول غرزة هفوتها واشتغل كله عدل، ما عدا اخر غرزة هشتغلها مقلوب. دي اخر غرزة اهي، هجيب الخيط لقدام وهشتغلها مقلوب. هنلاحظ انها عملت معانا ايه، شكل غرزة سلسلة. هلف تاني وهشتغل، اعدي اول غرزة من غير شغل وهشتغل كله عدل، واخر غرزة هشتغلها مقلوب. هكرر نفس السطر دوت لغاية ما اشتغل وش الرجل كله. طبعا احنا انا شغالة الشراب دوت لمقاس 38 39. طيب انا لو رجلي اكبر رجلي اصغر، انا ممكن اقيس طول الوش دوت، يعني اشتغل نفس عدد السطور اللي هقول لكم عليها. ولو قسته على وش رجلي من عند يدوبك الجزء اللي احنا بنحط عليه الطول دوت اللي هو ساق الرجل نفسها، بنقيس من عندها لحد طراطيف الصوابع. لو لقينا الجزء اللي انا عاملاه دوت بعدد السطور بتاعتي اقصر، نزود سطور عادي. لقيناه اطول، نقلل سطور برضو عادي. يعني احنا المفروض نظبط الشرابة على قدنا احنا. دي اخر غرزة اهي عدلة. طبعا لو في حاجة يعني لازم نعملها هقول لكم عليها طبعا وانا بشتغل. انا هكرر نفس السطر دوت لحد ما اوصل لطول وش الرجل بتاعنا اللي هو العادي. يعني انا بقيس الجزء اللي انا بشتغله دوت من عندي من هنا لحد طرف الصوابع، عشان
اعمل وش الشراب اللي هو الجزء العلوي، وطبعا انتوا بتتحكموا في طوله زي ما قلتلكم. انا هشتغل 41 سطر بنفس الشكل ده كده قبل ما ابدأ اقلل عشان اعمل بوزة الشراب. يعني هنا في الاخر انا قللت شوية عشان تدينا بوز لقدام. الطول دوت 41 غرزة. لو انا عايزة اطول اكتر من كده لازم يبقى عدد السطور عدد فردي. ليه بعدد فردي؟ انا احب اوضح لكم كل حاجه ليها سبب. لو عدد زوجي هلف وهرجع عند نفس السطر اللي انا اشتغلت عليه سطر عدل، اللي هو ده اهو، في سطر انا اشتغلته عدل. لو العدد زوجي انا في الاخر هرجع بعد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه هلف واشتغل الجزء ده كمان. لو انا شغل عدد زوجي هرجع اشتغل على نفس الجزء اللي انا شغاله عليه السطر العدل عشان اوصل لنص الشغل. لكن انا عايزه يبقى عدد فردي عشان لما يخلصوا هعمل ايه؟ هلف وابقى عند الجزء اللي ما تشغلش عشان ما اشتغلش هنا مرتين والجزء والجنب التاني ما تشغلش عليه ولا مرة. يعني لو مش فاهمينها قوي هي مش هتعمل لكم مشكلة يعني، بس اهم حاجة ان عدد السطور ده يبقى عدد فردي. بنعد ازاي؟ في سطر اشتغلناه الاول خالص اهوت بيبقى بعد دولت مش باين، 1 2 3 وده الربع. بنعد سطر تحت وسطر فوق لان في سطر عدل وسطر مقلوب اشتغلناه من الجنب التاني. 1 2، لا يا ربي ده اول سطر اهوت لان السطر اللي انا اشتغلته اهو مقلوب، يبقى ده اول سطر. 1 2 3 اهم الثلاث سطور. هرجع الف الشغل وهشتغل لحد ما يبقى عندي 41 سطر بنفس الشكل. بفوت اول غرزة بشتغل كله عدل واخر غرزة مقلوب. هخلص 41 سطر وهرجع لكم عشان اوريكم ازاي هنشتغل الجوانب مع الاول. اقلل عشان اعمل بوزة وش الشراب. بس اخر غرزة هشتغلها مقلوب، هي بتدينا شكل السبعة ديت كده. انا خلصت ال41 غرزة ال41 سطر. هنعدهم مع بعض دلوقتي. اهو ده السطر اللي انا اشتغلته اهو، ظهره كله مقلوب. 1 تحت، ممكن اعد من الناحية التانية وابدأ بالحتة اللي هي ديت اللي هي السطر المقلوب. لو عدنا من الجنب التاني اللي هو زي الجنب دوت كله مقلوب اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 وفي سطر اهوت 41. طيب لازم نبص على الجنب، شايفينه عامل زي السلسلة ومظبوط. لو السطر ده مش مظبوط لان السطر ده هيبان، وهيبان يعني مش زي ما باين كده في الشراب، لا احنا لما بنلبس الشراب ده بيبان على الرجل من الجنب زي ما في الصورة باينة، لكن هنا عشان الشراب ده مش ملبوس في الرجل مش باين قوي، هو بيبقى فوق على الوش اهوت باين. لو ده مش مظبوط ده معناه ان احنا عملنا حاجة من اتنين، يا اما اشتغلنا اول غرزة اللي احنا ما بنشتغلهاش على طول بنفوتها على طول في السنارة من غير ما نشتغلها، يا اما اخر غرزة اشتغلناها عدل مع العدل مع الغرز العدل ما اشتغلناهاش مقلوب. لازم الجنبين الاتنين يكونوا سلسلة مظبوطة بالشكل ده كده. طيب السطر اللي بعد كده هنعمل ايه؟ طبعا احنا ممكن نطول زي ما اتفقنا في الجزء ده، ممكن نزود مثلا 4 5 سطور كمان لو احنا رجلينا بنلبس مثلا 40 41 المقاسات دي. هنلف الشغل وهشتغل
هقلل في السطر ده عشان اعمل البوزة بتاعة الشراب او الغرزة، بفوتها برضو. هشتغل اول تاني غرزتين مع بعض في غرزة واحدة عشان اعملهم تقليل او تنقيص. يبقى انا كده نقصت غرزة، في غرزتين اخدتهم عملتهم غرزة واحدة، يبقى انا نقصت غرزة. هشتغل عدل كله، طبعا غرزتين اشتغلتهم مع بعض عدل برضو. لحد ما يفضل عندي 3 غرز اهمت، هشتغل برضو الاتنين اللي قبل الاخر، هشتغلهم برضو مع بعض غرزة واحدة عشان ابقى قللت غرزة كمان. وبعد كده هجيب الخيط اللي قدام عشان اشتغل اخر غرزة مقلوب زي ما بشتغلها في العادي. السطر اللي بعد كده هشتغله كله عادل عادي من غير ما اقل. هعدي اول غرزة هشتغل كله عادل، واخر غرزة هشتغلها مقلوب. كده كان عندي 12 غرزة، بقوا دلوقتي لما نقصنا غرزتين بقوا 10 غرز. لازم نبقى بنعد كده وعارفين الغرز الغرز بقوا كام عشان ما نتلخبطش وننسى. دلوقتي هلف الخيط اهو لقدام وهشتغل اخر غرزة مقلوب. هرجع الشغل تاني، هعمل ايه؟ هفوت اول غرزة وهنقص تاني، هشتغل تاني غرزتين مع بعض واعملهم غرزة واحدة بالشكل ده، وهكمل السطر لحد ما يفضل عندي 3 غرز عدل. وكملت كله عدل لحد ما بقى عندي 3 غرز، برضو هشتغل غرزتين مع بعض واخر غرزة هشتغلها مقلوب. السطر اللي بعد كده هشتغله كله عادل عادي، اول غرزة بفوتها كله عادل، واخر غرزة بشتغلها مقلوب. سطر عادي يعني زي ما كنا بنشتغل من الاول. احنا بنعمل كده ليه؟ عشان نعمل البوزة بتاعة الشراب اللي قدام اللي عند الصوابع، واخر غرزة هشتغلها مقلوب. دلوقتي هنقص تاني، مش هفوت اول غرزة، هشتغل تاني غرزتين. طبعا انا كده نقصت كمان غرزتين، كانوا 10 بقوا 8. السطر ده هنقص برضو، هنقص غرزتين كمان هيبقوا 6 غرز، وده اخر تنقيص. ادي غرزتين هشتغلهم مع بعض غرزة واحدة، هشتغل لحد ما يبقى عندي غرزتين، سوري 3 غرز، هما 3 غرز على السنارة. هشتغل 2 مع بعض واخر غرزة هشتغلها مقلوب. دلوقتي بقى عندي 6 غرز، هلف الشغل عشان اشتغل السطر اللي بدون تنقيص الاخير. كده فوتت اول غرزة هشتغل كله عادل، واخر واحدة هشتغلها مقلوب. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هشتغل هدمج الشراب مع بعض، يعني هعمل اللفة بقى اللي انا هوصل بيها الوش دوت. انا كده وصلت للمنطقة دي، دلوقتي هعمل اللفة بقى اللي انا هشتغل هوصل ده كله كده ببعضه عشان يبقى عندي الجزء ده كله متصل ببعضه. دلوقتي بقى هحتاج ابرة الكروشيه. انا عايزه دلوقتي ادكك الجنب ده كله في الابره، يعني ادخل الغرز دي اعملها غرز على الابره دي. هعمل ايه؟ انا عايزه اظهر خط السلسال ده في وش الشراب ده، وش الشراب تمام. عشان ابين دوت هعمل ايه؟ هدخل الابره من تحت. لازم نكون مركزين في النقطه دي كويس قوي. لو دخلت الابره من تحت كده واخدت الخيط على الابره سحبته لورا عملت غرزة وحطيتها هنا تمام، على طول هعمل كده فهيظهر عندي السلسال ده في الوش. لو انا خدت العكس يبقى انا بخلي اتجاه السلسال ده لتحت فمش هيظهر. اتفقنا؟ انا هفك اخر غرزة دي تاني عشان لازم نبقى مركزين هناخد الغرز منين.
طبعا الغرزة ديت اللي طالع منها الخيط مش هناخدها، هناخد من الغرزة اللي بعديها، هدخل من تحت. تمام، احنا على الوش اللي احنا وقفنا عنده بعد ما خلصنا الشغل اهو، ملفناش الشغل ولا حاجة، دخلت في غرزة السلسلة اللي بعديها، هسحب الخيط بالإبرة وحطه في الصنارة. لازم أعد الغرز اللي أنا هعملها. ليه لازم أعد؟ لازم أعد عشان لما أدكك دولت لازم يطلعوا نفس عدد دولت. لو طلع هنا في فرق غرزة عن هنا، لما نخلص في الآخر هنلاقي إن في جنب عندنا خلص وجنب ما خلص. هوريهولكوا تاني لما نوصله، لأنه مش هتفهموه دلوقتي، هتفهموه واحنا بنشتغل في الآخر. هوريهولكوا على الشراب دوت أهوت. أنا بدكك كده كله، وبعد كده هدكك الغرز اللي في الجنب ده، وبعد كده هرجع عليهم وادكك الجنب دوت واشتغل الغرز دي كمان عليها، وبعد كده ده كله بقى على الصنارة مع بعضه. فهفضل رايحة جاية رايحة جاية لما اعمل الطول ده اللي احنا شايفينه. بعد كده هرجع همسك ال6 غرز اللي كانوا اصلا عند بوز الشراب بس، واخد غرزة من هنا وغرزة من هنا، وانا بشتغل سطور اشتغل سطر واخد غرزة من هنا، اشتغل سطر واخد غرزة من هنا. بالشكل ده افضل رايحة جاية عشان اقفل الجناب مع البوز عشان اعمل النعل بتاع السليبر. لو انا في الاخر كنت مدككة جنب في غرزة زيادة او غرزتين زيادة عن جنب، في الاخر خالص هنلاقي عدد الغرز خلص في جنب والجنب التاني مخلص، لان انا مزودة في جنب عن جنب. دي الفكرة يعني. كده انا دخلت غرزة، 2، ثلاثة، أربعة، من تحت، 5، 6، 7، 8، 9. هنلاحظ ان السلسال ظاهر معانا اهوت فوق. لو احنا بناخد العكس احنا هنخلي السلسال ده يبقى ناحية جوه، لو احنا مش عايزينه يظهر ممكن نعمل العكس عادي، هو شكلا مش اكتر. 10، لو اتلخبطنا احنا وقفنا عند كام، احنا عارفين ان احنا كان معانا 6 غرز ونكمل بعديهم، نعد 6 غرز ونكمل بعديهم، 1، 2، 3، 4، 5، 6، يبقى دول ال6 غرز اللي كانوا موجودين في بوزة الشراب. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، وانا اشتغلت 10 غرز. حداشر، 12، 13، 14، ممكن نعملها لو احنا معناش ابرة الكروشيه بدي بالجنب التاني، بس هتكون صعبة شوية لان ملهاش سن يلقط طرف الخيط. 15، تمام. انا هكمل بابرة الكروشيه لان هي اسهل وموجودة يعني. مشكلة الإبرة الدائرية دي إنها بتلخفن شوية لأنها سلكها بيلف. كنا قلنا 16، 15، 16، 17، 18، 19، 20،
21،22، آخر غرزة أهي 23 غرزة. هعدهم تاني عشان أتأكد إن أنا عديت صح، ولو عندي دبوس علامات يفضل إن أنا أعلم أول غرزة في الست غرز. 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 غرزة. دلوقتي هرجع الخيط الجنب دوت على السنارة، ده من الجنب اللي احنا ما اشتغلناهوش، عشان كده عملنا عدد الغرز فردي عشان لما نشتغل نوصل للجنب اللي احنا ما اشتغلناهوش، ما نرجعش نشتغل على الجنب، لانه لو العدد زوجي هنوصل ان احنا هننتهي هنا، فنرجع نشتغل الجنب اللي احنا اشتغلنا عليه اول مرة، والجنب ده هيبقى اشتغل ما تشغلش عليه حاجة وده تشغل عليه مرتين. هجيب الخيط لقدام وهكمل السطر ده كله عدل اهو، ال14 غرزة بتوع الجنب انا كده ضمتهم خلاص لوش الشراب عشان يتشغلوا سوا مع بعض. عشان كده بقول لكم لازم نبقى عدين الغرز دي ومتأكدين ان العدد اللي هنا قد العدد اللي هنا، لان العدد اصلا بتاع الجنبين قد بعض، احنا متأكدين من الاول ان هم قد بعض. فلو احنا ممكن نشتغل الشراب وبعد ما نخلص خالص نلاقي في جنب فيهم طويل وغرز ولسه فاضل فيها مثلا 3 4 غرز والجنب التاني خلاص خلص، يبقى المشكلة كانت فين بقى من الاول؟ ان احنا في جنب مدككين فيه عدد غرز اكتر من الجنب التاني. دلوقتي هشتغل، انا كده اشتغلت خلاص الجنب التاني كمان اهو، هشتغل انا بس عايزة اجيب دبوس العلامات اهوت، وهعلم اول غرزة في ال6 غرز. احنا هنعرف هما طبعا انه جنب، احنا المفروض نعلم اول غرزة وتاني غرزة عشان نبقى عارفين ان دول ال6 غرز، ولكن هو هما هيبانوا ان هما موجودين في الجنب ده، ممكن ما نحطوش اصلا الدبوس هنا، نعديه في قلب السنارة لما نوصل عنده. دلوقتي هشتغل كله عدل، مفروض ان هما كام غرزة بقى؟ 14 و23 و6. انا هشتغل كله عدل، لغاية ما اوصل للجنب التاني كمان عشان ادككه هو كمان على السنارة. الجزء اللي فات ده كله كنا ممكن نشتغله على سنانير عادية مش دائرية، لكن من هنا وجاي في الشراب لو احنا شغالين على سنارة عادية هيبقى مضايقانا، يعني لان الشراب هيبقى ملفوف، فهيحتاج ان الشغل ينزل من على السنارة ويتشغل على حاجة بتلف مع الشغل. انا دلوقتي هحط دبوس العلامات اهو في قلب السنارة،
هعمل ايه؟ هفوت الشغل على على السلك بتاع السنورة عشان ترضى تتقوص معانا وتاخد الجنب التاني. عشان كده بقول لكم لازم سنارة دائرية. اهو بالشكل ده كده هنقدر نقرب. دلوقتي بقى احنا دلوقتي في الظهر بتاع الشغل مش في الوش، يبقى هنعمل ايه؟ احنا عايزين السلسلة دي تظهر الناحية التانية مش هنا، هنعمل ايه؟ هاخد من فوق مش من تحت. اهو دي اول واحدة هي اللي طالعة منها الخيط، مش هناخدها، هناخد من التانية، هدخل من فوق بقى مش من تحت، عشان عايزة السلسلة دي تبان هناك في الجنب التاني اللي هو ده. عشان كده ضروري قوي نبقى فاهمين احنا بنعمل كده ليه، مش بس خطوة وننفذها. ادي واحد، وعد الغرز، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، اهي اخر غرزة، اهي 23، طلعوا الجنبين زي بعض بالظبط، يبقى احنا كده ماشيين صح. هرجع دولت على الابرة تاني وهشتغلهم عادي عادي زي ما اشتغلت الـ14 غرزة بتوع الجنب التاني. دلوقتي كده بقى الشراب كله عندنا على الإبرة، أنا هفضل أشتغل كده رايح جاي عدل على طول عشان أعمل الجزء دوت اللي احنا شايفينه ده. هو تلافف حوالين الشراب كله، مشغول كام سطر؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، وفي واحد تحت اهوت، 9 سطور. هشتغل 9 سطور دولت بدون اي تغيير، اللي هو كده على طول بفوت اول غرزة، وبعد كده بشتغل كل الغرز عدل لحد اخر السطر، وكل ما الشغل يعني يضايقنا نقوم مرحلين ومطلعين السلك كده ونشتغل دولت ونرجع نعدي حبة غيرهم. هما 9 سطور متعبين شوية لان احنا بنقعد نرحل كتير الخيط من على السنارة عشان نلف مع لفة الشغل،
ولما نخلص 9 سطور دول ان شاء الله هنرجع عشان نشتغل مع بعض الجزء اللي تحت عشان نعرف نقفل ازاي الدايرة دي تاني، ونعمل النعل بتاع السليبر اللي هو الجزء دوت التقفيلة. في حاجة نسيت اقولكم عليها، بس برضو اخر غرزة في السطر بنشتغلها مقلوب على طول عشان برضو نحافظ على الشكل دوت، لازم نشتغل اخر غرزة مقلوب. هو لازم نشتغلها على طول مخالفة، يعني لو احنا بنشتغل على طول عادل وش وظهر لازم نشتغل الغرزة دي مقلوب هنا عشان في الوش التاني تبقى عادل. لو بنشتغلها هنا عادل وهنا عادل هتبقى لفة والشكل مش هيدينا الشكل المظبوط ده. كمان دبوس العلامات بننقله معانا كل سطر، يعني كل ما نوصل عنده ننقله عادي مع الشغل. دلوقتي عايزة اعد معاكم سطور عشان نعرف احنا فاضلنا قد ايه، وطبعا عدد السطور دوت ممكن نزوده لو احنا بنكبر الشراب وعايزين حد مقاس رجله اكبر نزود عدد السطور. يعني انا عاملة 9 ممكن يبقوا 11 ممكن يبقوا 13، برضو نحافظ على العدد الفردي ما يبقوش مثلا 10 ولا 12، لا يبقوا نزود بالاتنين عشان يفضل العدد فردي. الجنب ده 1 2، احنا الجنب دوت اول سطر فيه عدل، باين اهوت في الشغل ان اول سطر فيه عدل اهو. 1 2 3 4 5 6، وفي سطر عدل اهو 7، يعني هنا اشتغلت 7 سطور. لو عدينا في الجنب التاني اول سطر كان مقلوب لانه كان الشغل معكوس، عشان كده اول سطر هنا مقلوب اهو، باين انه مفيش سطور قبله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سطور، يبقى انا اشتغلت هنا 9 سطور اللي هو الجنب اللي انا شغاله فيه، والجنب دوت اللي لسه ما اتشغلش فيه 7. ده معناه ان انا هكمل، يبقى انا كده خدت عليه السطر الثامن وارجع، يبقى انا كده 9 سطور وهقف عند اول الغرز الستة. يبقى انا هكمل كده، ده الجنب اللي فيه 9 سطور باين ان هو اكبر اهو، ده الجنب الاصغر اهو 7 سطور، هرجع عليه سطر هكمل السطر كده هيبقوا بقوا 8، ولما ارجع اوصل عند اقف عند اول الست غرز بتوع جوزة الشراب هبقى انا كده اشتغلت هنا 9 وهنا 9. دي حاجة برضو كنت عايزة ايه الفت انتباهكم ليها عشان ما تلخبطكوش، لان احنا مش هنقف عند اول السطر، لا احنا هنقف عند اول الست غرز عشان يكون عدد السطور هنا مظبوط وهنا مظبوط. وكمان هنبدأ نقفل اصلا ونعمل نعل السليبر من عند 6 غرز. هكمل بقية السطر كله عدل، هشتغل اخر غرزة مقلوب لاني شغالة على طول عدل وش وظهر. اهو اخر غرزة في السطر هعدي الخيط واشتغلها مقلوب عشان تدينا شكل السبعة اهو. وطبعا ما بشتغلش اول غرزة بعديها، اهو هنلاحظ ان طرف الشغل لسه مظبوط زي ما هو. انا هكمل لحد ما اوصل عند 6 غرز عشان اعرفكم اوريكم انا ازاي هعرف اول 6 غرز. طبعا انا محددة بدبوس علامات، دبوس العلامات ده واضح كده من الشغل ان هو الجنب التاني، انا شغالة في الجنب ده، فانا هقف عند قبل 6 غرز من دبوس العلامات لان دبوس العلامات هنا. ممكن اكون حتى دبوسين عادي معلمة بيهم 6 غرز. ممكن احنا لو مش حاطين دبوس هنعرف ازاي بقى؟ عايزة اقول لكم
احنا كان عندنا الجنب ده 14 غرزة، وكان في 23 غرزة هنا. يعني لو عدينا 14 و23 يبقى احنا وقفنا عند اول الستة من غير دبوس علامات خالص. وطبعا بعد دبوس العلامات لازم نلاقي 14 و23، يعني 37 غرزة. نعدهم كده، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 غرزة. ودول كمان بعد الدبوس لازم يبقوا 37. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 غرزة. دلوقتي هنبدأ نقفل ظهر او النعل بتاع السليبر. هنقفله ازاي؟ مبدئيا احنا بنقفل اصلا من عند اخر الـ6 غرز من هنا، فانا هشتغل 6 غرز او 5 غرز بس، وبعد كده هاخد الغرزة الاخيرة واقفلها مع غرزة من هنا، وبعد كده دولت بقت غرزة واحدة. الاتنين دولت هيتشغلوا مع بعض فهيبقوا غرزة واحدة، هيبقوا تبع الـ6 غرز. يعني انا كل سطر هاخد غرزة من هنا وغرزة من هنا، غرزة من هنا وغرزة من هنا، واقفل وانا بشتغل. دي الفكرة. يعني هشتغل ازاي؟ هشتغل الـ6 غرز او 5 غرز، اسفه، 1 2 3 4 5. انا هشيل دبوس العلامات بعد كده، مش محتاجاه اصلا لانه هيبقى باين جدا احنا بنقفل فين. هشيل دبوس. دي الغرزة الـ5 ودي اول غرزة من غرز الجنب بتاع السليبر، فانا هشتغل الغرزتين دول مع بعض غرزة واحدة، هتبقى دي الغرزة الـ6. كده وهرجع الف الشغل، هخلي الخيط لقدام عشان هشتغل عدل. هفوت اول غرزة مش هشتغلها على طول في اول سطر، اول غرزة مش بشتغلها، وهشتغل 2 3 4، والغرزة الـ5 والغرزة الـ6 هشتغلهم 5، سوري، الغرزة الـ6 والغرزة اللي بعديها الغرزة الـ7 هشتغلهم مع بعض غرزة واحدة، وبعد كده هرجع ألف الشغل. الغرزة الـ6 والـ7 هشتغلهم مع بعض، بس احنا بعد كده هنلاقيهم أصلا بعيد عن بعض وباينين جدا. 1 2 3 4 5 6، لازم نتأكد ان هما 6 غرز على طول، هيفضلوا 6 غرز معانا اللي احنا بنشتغلهم. اول غرزة مش بشتغلها، دي اول واحدة. 2 3 4 5، الغرزة الـ6 والـ7 هنلاحظ ان هما بعدوا عن بعض، هنقفلهم مع بعض غرزة واحدة. ليه بقى؟ لان احنا كده بنشتغل النعل، بناخد غرزة من هنا وغرزة من هنا على طول، غرزة قبل الـ6 وغرزة من بعد الـ6 على طول. هنفضل نعمل كده عشان نبقى بنشتغل وبنقفل في نفس الوقت من الجناب. هلف الشغل، مفيش اي تغيير هعمله غير اني كل مرة هعمل نفس الشيء، وهقفل اخر غرزة من الـ6 غرز مع غرزة من الجنب. هشتغل كده على طول لحد ما يفضل عندي 3 غرز في الجنب في الاخر خالص. انا هشتغل كده لحد ما اوصل لحد النهاية، هبدأ اخد غرزة من هنا وغرزة من هنا
لحد ما اوصل لحد هنا، ولما يفضل عندي 3 أو 4 غرز هرجع لكم عشان اوريكم ازاي هنعمل قفلة الشراب في الاخر ونقفل الظهر. لو نلاحظ مع بعض كده ايه اللي حصل، في جزء اتكون اهو، عمل زي نعل اهو مستطيل زي الفردة التانية اهيت. الجزء ده احنا بنشتغله، عشان كده دول الـ6 غرز، وكل مرة بناخد غرزة من الجنب، من هنا ومن هنا بالتبادل لحد ما نوصل لحد اخر 3 غرز، عشان نعمل هوريكم ازاي نعمل البوزة ديت بتاعت النعل، لانه ما ينفعش يبقى خط كده لانه هيبان هنا زي مكان منطقة مربعة مش شكل نعل الرجل يعني. فانا هخلص بنفس الطريقة وهرجع لكم ان شاء الله عشان نقفل الشراب ووريكم ازاي هنقفله في الاخر. انا لسه بشتغل بنفس الطريقة، وصلت للجنب اهو، فاضل الجزء ده بس، مش بعمل اي حاجة مختلفة، وهو الجزء الاول اللي قدام بتاع الشراب. انا كده على الظهر، ممكن اعدله عادي. وبشتغل بنفس الطريقة، ما غيرتش اي حاجة. هكمل بنفس الشكل لحد ما اوصل لحد اخر 3 أو 4 غرز، هما 3 غرز يعني، بس يكون على الجنبين هنا 3 وهنا 3. هقول لكم ليه دلوقتي لما اوصل لهم. كده وصلت لما بقى عندي في جنب 3 وجنب فيه 4. انا عايزة الجنب ده كمان يبقى 3. لما اوصل للجنب ده 3 وجنب ده 3، هو اصلا الدور على الجنب اللي اكتر، يعني لسه في غرزة هتشتغل هنا. انا اشتغلت من الجنب ده لكن لسه ما اشتغلتش من هنا، عشان كده ده 4 وده 3، عايزاهم الاتنين يبقوا 3. هعمل ايه بقى بعد ما بقوا 3؟ هبدأ اشتغل السطر الجديد وهقلل الـ6 غرز دولت في نفس الوقت. ازاي؟ انا باخد اصلا غرزة الاخيرة من هنا والغرزة الاولى من الجنب، لا انا عايزة اقلل كمان غرزة من الـ6 غرز دول، فهاخد 3 غرز مع بعض مش غرزتين. يبقى هاخد الغرزة دي من غير شغل، 2 3 4، والـ5 والـ6 والـ7 هشتغلهم مع بعض غرزة واحدة، عشان الـ6 غرز دولت يبقوا بقى 5 غرز بس. يبقى انا كده قللت وقفلت في نفس الوقت بالشكل ده. هلف الشغل، هفوت الغرزة الأولانية من غير شغل، وهشتغل 2 3، هما بقوا 5 غرز. الرابعة والـ5 والـ6 هاخدهم مع بعض، يعني بياخد غرزتين من النعل وغرزة من الجنب. انا ليه بعمل كده؟ عشان اقلل الـ6 غرز دول وافضل اقلل فيهم لحد ما يتلاشوا ويبقوا غرزة واحدة، وكده يبقى احنا عملنا زي 7 في الاخر، عشان ما تبقاش عاملة شكل مربع من تحت. هعمل ايه؟ هاخد اول غرزة من غير شغل، 2، الـ3 والـ4 والـ5 هشتغلهم مع بعض غرزة واحدة. هلف، هفوت أول غرزة وهشتغل الـ3 غرز اللي فاضلين مع بعض، أو الـ3 غرز اللي عليهم الدور يعني، مع بعض غرزة واحدة. ودلوقتي بقى عندي 3 غرز،
فوت اول غرزة والغرزتين دول هاخدهم مع بعض. وبعد كده هاخد الثلاث غرز دولت في غرزة واحدة. لاحظنا اهو ان الجزء اللي احنا ماشيين بيه مستطيل اهوت على طول جه في الاخر وقل. هقفل الشغل، انا هقص الخيط خلاص، مش محتاجة غير جزء بسيط عشان اشطب بيه دوت مثلا. وهفوت طرف الخيط من الحلقة. ودلوقتي جه الدور ان احنا نشطب او نقفل الجزء ده. محتاجه دبوس سوري ابره تشطيب، هنضم فيها الخيط بالشكل ده. وهاخد كان عندنا بقى السبعات ديت زي ما احنا شايفينها كده السلسله، هاخد الطرف. انا دلوقتي لو جزء الشراب يكون على الوش عشان ما نكونش ايه قلبين الشراب ونخيط وفي الاخر الجزء اللي احنا مش عايزينه يبان يبان. هعمل ايه؟ هاخد الطرف اللي بره من السلسلة، اول واحدة اهي، هاخدها مع اول واحدة وانا بدخل من جوه لبره. لازم مادام بدخل من جوه لبره ادخل على طول من جوه لبره اهو، من جوه لبره. اخد واحدة من هنا واحدة من هنا من غير ما افوت حاجة. دي بقى ميزة ان احنا نكون ظابطين نهاية الشغل، ان التشطيب في الاخر هيطلع مظبوط. لو مش ظابطين نهاية الشغل اللي هيحصل ان التقفيل في الاخر هيبان انه عشوائي وشكله مش حلو خالص. هنلاحظ ان التقفيل شكله لطيف مش وحش. هشد اخر حبة، ده الشكل النهائي للتشطيب. هقفل الفتلتين دولت يعني، همررهم كذا مرة كده عشان ما يرجعوش. ممكن امشي كده مع الغرزة مش باينة اهوت، وهنقص الطرف وهنعمل نفس الشيء في الفتلة التانية بس هنعملها الجنب التاني.
نحاول نبعد التشطيب الفتلتين عن بعض عشان ما يعملوش كلكعة. بكده نكون خلصنا السليبر دول الفردتين مع بعض. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. سلام عليكم.